انضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أستاذ جميل، بعد التحية، السيد الرئيس يعني بيهتم اهتمام كبير جدا، والدولة المصرية بكل مؤسساتها، بالاستثمار في مختلف المشروعات العملاقة التنموية والقومية، لأنها بتسهم في تحقيق بناء للإنسان، وأيضا رفع معدلات البناء والتنمية، والعمل على توفير الكثير من فرص العمل بالنسبة للشباب، وخفض معدلات البطالة، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي. برأيك، كيف استطاعت أن تسهم المشروعات التي افتتحها السيد الرئيس اليوم في قطاعي الإسكان والطرق في تحقيق ذلك؟ هو بالطبع المشروعات القومية الكبرى بتوفر فرص عمل كبيرة للشباب اللي موجود، وبترفع من دخل المواطن المصري، وبتحقق نمو اقتصادي للدولة. يعني لو شفنا المشروعات القومية اللي افتتحها الرئيس النهاردة في المشروعات السكنية، هنجد آلاف من شباب مصر ومن العمالة داخل الدولة المصرية عملت فيها، تجد فرص عمل كبيرة. وأيضا في مشروعات الطرق والمشروعات التنموية على كافة أراضي الجمهورية، كلها مشروعات تنموية، كلها هدف المقام الأول برفع كفاءة الدولة، وأيضا التمدد السكاني للمواطنين. احنا شايفين البعد عن المنطقة الضيقة من وادي النيل إلى مناطق أخرى، المناطق الأخرى دي مناطق هتفيد الدولة، والدولة أيضا قدمت كافة الخدمات للمواطنين إن هم ينتقلوا إلى تلك المناطق من خلال شبكة طرق كبيرة، من خلال أيضا وسائل مواصلات آمنة وحديثة، وأيضا كل ده بيخفف العبء عن المناطق المزدحمة داخل الدولة المصرية. وزي ما قال وزير الإسكان، السيد وزير الإسكان، بخلخلة المناطق السكنية المتكدسة، بناء وإنشاء مشروعات قومية كبرى في مناطق أخرى كانت بعيدة عن اهتمام الدولة المصرية في وقت سابق. فنقل المواطنين إلى هذه الأماكن طبعا بيعمل تنمية في المناطق دي، بيعمل أيضا فرص للاستثمار، بيخلق أماكن جديدة للمواطنين فيها كافة الخدمات الموجودة، زي ما سيادة الرئيس قال، فيها كافة الخدمات الموجودة. صحيح. وحتى الأماكن الدينية، يعني لما الوزير الإسكان تحدث وقال في كل منطقة في جامع، قالوا لا، لازم يبقى في مسجد ويبقى في كنيسة أيضا، حتى لو كانت صغيرة، في أماكن صغيرة بيتعمل كنيسة، بحيث أن كل المناطق يبقى فيها كافة الخدمات للمواطنين دون أي تمييز بين مواطن وآخر أو ديانة وأخرى. نعم. هو ده الشيء المهم اللي بتعتمد عليه الدولة في الوقت الحالي، وده من خلال طبعا المشروع القومي لتنمية الدولة المصرية والتنمية المستدامة داخل الدولة المصرية، وبيخدم أيضا الدولة، وبيخدم المواطن، وبيخدم الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة داخل الدولة المصرية. نعم. سيد الرئيس أيضا أكد أستاذ جميل على أنه الدولة بتأخذ بأساليب العلم والتخطيط الحديثة، وإذا ما تحدثنا بشكل خاص عن قطاع الطرق والطرق والمحاور الجديدة التي تم افتتاحها اليوم، السيد الرئيس أكد على أنه بيتم الأخذ بأحدث الأساليب، وتحدث بشكل خاص أيضا عن العاصمة الإدارية الجديدة، وذكر أنه بيتم بنائها وفقا لأحدث نظم التخطيط العمراني. قراءتك لهذه التصريحات من قبل السيد الرئيس؟ هو بالطبع التخطيط الدولة في الوقت الحالي هو تخطيط مستقبلي، تخطيط ما هوش لفترة زمنية 10 سنين أو 15 سنة، لا، هي لفترة زمنية طويلة جدا. لو شفنا شبكات الطرق، هي تناسب التطوير والتحديث داخل الدولة، تناسب أعلى معايير الجودة والسلامة على مستوى العالم، بجانب كده انها بتربط الدولة المصرية. يعني لو شفنا دلوقتي شبكة الطرق المتواجدة في الوقت الحالي، هي على اعلى مستوى طبعا من الكفاءة، وعلى اعلى مستوى من الامان ايضا. بجانب كده ان هي بتربط الجمهورية او محافظات الجمهورية بينها وبين بعض بشكل سريع جدا. يعني كان الطرق اللي كانت موجودة، احنا كان اعلى نسبة حوادث في العالم هي موجودة في الدولة المصرية سابقا. نعم. ليه؟ لان الطرق كانت غير مطابقة للمواصفات العالمية، فلهذا السبب كانت الطرق بتتأثر، كان بيبقى في حوادث كتير بسبب عدم
مطابقة الطرق للمواصفات العالمية، لكن في الوقت الحالي شبكات الطرق على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان. لهذا السبب احنا هنشوف هنلاقي في أقل مستوى الحوادث داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي بسبب جودة الطرق وسلامة الطرق أيضا، وأيضا الخدمات التي تقدم على الطرق نفسها. يعني الطرق ما هياش بلا خدمات، لا، في خدمات كثيرة متواجدة على الطرق كلها. فأعتقد أن ربط الجمهورية كلها بشبكة طرق جديدة ورفع كفاءة الطرق القديمة، كل ده بسبب التخطيط الجيد والاستراتيجية الواضحة اللي وضعتها الدولة المصرية، والاهتمام أيضا والأخذ في الاعتبار بكافة المعايير الدولية والعالمية في مجال الطرق. وفي هذا الإطار أيضا أستاذ جميل، السيد الرئيس أشار إلى إضافة حوالي 700 كيلومتر في قطاع الطرق خلال السنوات الماضية. كيف تسهم هذه الإضافة في تيسير حياة المواطنين، وإلى جانب ذلك أيضا تشجيع الاستثمار؟ هو بالطبع تشجيع للاستثمار ده شيء مهم جدا، ان وجود شبكات طرق جيده تصل الى مدن جديده. يعني المدن الجديده اللي اتعملت دي محتاجه شبكات طرق جيده من اجل الوصول اليها، فطبعا شبكات الطرق موجوده. الاستثمار لفتح المشروعات الاستثماريه المتواجده، مثلا مشروعات للمصانع، مشروعات لنقل البضائع من والى القاهره وخارج القاهره، او من مواني الجمهورية إلى داخل القاهرة. أعتقد أن كل ده بتيسر من سهولة نقل البضائع أيضا، وبتيسر من سهولة الاستثمار داخل الدولة المصرية. الدولة المصرية وضعت بنية تحتية أساسية جاذبة للاستثمار، يعني ما فيش دولة قدرت أن هي تحقق البنية الأساسية في هذا التوقيت الزمني عشان يتم جذب الاستثمار العالمي وإنشاء المشروعات الجديدة داخل الدولة المصرية. لكن قدرنا في خلال السبع أو الثمان سنوات الماضية أن يتم تحقيق هذا الإنجاز اللي تم داخل الدولة المصرية. وزي ما قال حتى واتكلم معالي رئيس الوزراء حول الإنجازات اللي تمت داخل الدولة المصرية، هي غير مسبوقة يعني، وإن هي يعني هتسجل في تاريخ مصر بشكل كبير يعني. بالضبط. بالضبط، هي غير مسبوقة بالمرة. و يعني ما فيش دولة قدرت انها تحقق كل هذه المشروعات في هذا التوقيت الزمني البسيط. فاعتقد ان الدولة المصرية ماشية باستراتيجية واضحة، استراتيجية تنمية واضحة وصريحة، قدرت انها يعني تلفت انتباه العالم كله، ووضعت بنية أساسية تحتية حقيقية لجذب الاستثمار داخل الدولة المصرية، وأيضا لرفع كفاءة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للشباب المصري، تحسين طبعا جودة حياة المواطن المصري. السيد الرئيس أستاذ جميل تحدث على نقطة في منتهى الأهمية، وهي أنه الطرق والمحاور الجديدة هتعمل وفق الخطة الاستراتيجية لتخفيف حجم التلوث، وبشكل خاص أنه هذا بيتماشى مع خطة الدولة للتحول الأخضر. قراءتك لهذه الكلمة تحديدا ولهذا التصريح من قبل السيد الرئيس؟ هو طبعا الدولة دلوقتي بتسعى انها تتحول الى الاقتصاد الاخضر، بتتحول الى تقليل نسبة التلوث من خلال طبعا ما يحدث من تغيير لهيئة النقل العام او النقل الجماعي الى من السولار الى الغاز الطبيعي، وايضا تشجيع المواطنين على نقل من استخدام البنزين الى استخدام الغاز او الى استخدام الكهرباء. طبعا كل ده بيؤدي الى قلة التلوث على تلك الطرق. احنا شفنا حتى المشروع النقل الجماعي اللي هيتم استخدامه على الطرق الدائرية، وانه غير ملوث للبيئة او محافظ على البيئة ومحافظ على المناخ، لانه بيشتغل بالكهرباء او بيشتغل بالغاز الطبيعي. فكل ده بيقلل من حدة التلوث داخل الدولة المصرية. مصر في الوقت الحالي هي سباقة في هذا المجال،
هنستضيف ان شاء الله نهايه العام الحالي قمه المناخ في مدينه شرم الشيخ. مصر طبعا العالم كله ابتدى ينظر اليها ان هي دوله اصبحت تقود المنطقه وتقود وستقود العالم ان شاء الله في مجال التحول الى الاقتصاد الاخضر. فاعتقد ان كل الطرق وكل المشروعات القوميه الكبرى بيتم وضع الوضع في الحسبان في هذا الاتجاه من خلال الكهرباء واستخدام الطاقه الشمسيه، من خلال معالجه المياه، من خلال تبطين الترع زي ما احنا شايفين. كل ده بيحافظ على المناخ وبيحافظ على البيئه من التلوث. صحيح. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.